بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم مع الدرس الثاني في مادة اكتشف متعدد التخصصات، ودرس بيتكلم عن الوراثة. الوراثة، إيه هي الوراثة يا أولاد؟ هي مجموعة من الصفات. بيقول لي هنا تعريف الوراثة، الوراثة هي إيه؟ هي مجموعة من الصفات تنتقل من الأبوين، يعني من الوالدين إلى صغارهم. أمثلة على كده زي إيه؟ يعني مثلا بنلاقي، عارفين طبعا القطط، القطط بترث القطط نفس لون فراء الأم، والبعض الآخر منها والبعض الآخر يرث نفس لون فراء الأب. يعني إيه؟ يعني الصغار بيرثوا من الأم ويرثوا من الأب. طيب عاوزين ندخل كلمة الوراثة دي في جملة، نقول إيه؟ نقول نحن الآن نتعرف على علوم الوراثة. ايه هي الوراثة دي؟ عايزين ادوات يعني مساعدة للتعرف على معنى الوراثة. نقول ايه يا اولاد؟ نقول انه جميع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات لها نفس نسل من نفس نوعها، لها نفس النسل من نوعها، من نفس نوعها، ويشبه نسل الوالدين، ويشبه نسل الوالدين في الشكل والسلوك، في الشكل وإيه؟ والسلوك. نقول ايه كمان؟ مثال بقى، عندما نرى شكل فراء ولون فراء القطط الصغيرة يشبه فراء الوالدين، يشبه فراء الوالدين. عندنا هنا صفحة 13 أهو، صفحة 13، عائلة القطط ونسلها. بيقول لي قص صور صغار الحيوانات وضعها بجوار الصور المناسبة. عندنا أربع صور أهم يا أولاد، وعندنا أربع صور لصغار الصور دي. الشكل الأولاني أهو شكله أسد أو نمر منقط. عايزين الصورة اللي زيه من الصور الصغيرة دي إيه؟ أهي الصورة دي زي الصورة دي وهو صغير، يبقى ده رقم واحد. والشكل ده هو يا أولاد، شكل الحيوان ده هو الحيوان ده،
يعني ده الصغير ده هو شكله ابني، ده هو شكله بالظبط اهو، يبقى اتنين، ده اتنين، والشكل ده ايه، قطة صغيرة اهي، والقطة الكبيرة اهي، يعني شكل دي بنت دي، يبقى ده تلاتة. وده الشكل الأخير أهو، شبه ده بالظبط أهو، نفس الأذن ونفس إيه الفراء بتاعه، يبقى ده شكل أربعة. بنقص دول ونلزقهم هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، هنا أربعة. واحد أهو، اتنين أهي، تلاتة هنا، وأربعة هنا. ده كان الدرس التاني من متعدد التخصصات، وشكرا ودمتم بخير.